مخرج الفيلم. معلش كان مستخبي في الكنترول وجه مش مشكله خالص. بس الحلقه حلوه قوي يعني. انت قاعد بتتفرج عليهم. عرفت ان انت صاحب فكره الهرم الرابع. ايه اللي خلاك تفكر انك تعمل فيلم عن القرصنه الالكترونيه او تضفره بحكايه يعني؟ احنا كنا يعني الموضوع اصلا جه صدفه الاول، يعني قاعدين على بالفيسبوك والحاجه زي ما احنا بنقعد كل يوم وبتاع، فكنت بتفرج على الفيديو بتاع حمزه بندلاج مع عبد الله منصف، حد من المنتجين شريك استاذ سيف برضو. فالموضوع شدني بصراحه، روبن هود بس 2016. لا يعني انت تعاطفت مع حمزه؟ انا مش عارف القصه ولا خفت منه؟ ما انا حمزه مش عارف القصه الحقيقيه عشان نبقى يعني فير. يعني في اقاويل كتير بتتقال، لكن عجبني موضوع فكره ان حد يبقى روبن هود. يعني حمزه ده لو كان بياخد الفلوس فعلا يوديها للناس الغلابه وبتاع، انا شخصيا متعاطف معاه بالرغم انه غلط. يعني فكره ادهم الشرقاوي، فكره روبن هود، فكره يعني التيمه شويه معروفه، بس احنا قلنا نعملها 2016 لان السوشيال ميديا بقت في كل حته في البيت. انا والدتي عندها فيسبوك دلوقتي، انا من سنه ما توقعتش ان ده ممكن يحصل. فهي هو يعني عامل امهات الجداد دلوقتي كلهم عندهم فيسبوك، يعني واتساب وانستجرام وتويتر، وبعتوا لنا صور وانت فين يا ابني وتتغدى ايه النهارده على الواتساب. فكان لازم نناقش موضوع زي دوت في دراما في سينما، يعني ده ما اتعملش قبل كده، بس انا متوقع ان الفتره الجايه يتعمل كتير. بس فكرت في ابطالك ازاي؟ كان اول حد احمد. ليه؟ يعني كان اول حد ان احنا نتكلم على شخصيه الهرم الرابع، فكنا محتاجين حد شبه الشباب اللي في الجيل دوت. فاحمد كان اقرب حد للموضوع دوت. واحمد رفض الفيلم في الاول. يعني ده فيلم حلو قوي. يعني ينفع اقول كده ولا ايه؟ طبعا. فاحمد يعني حد كلمه وبتاعه وقال له الفيلم كذا وما حكالوش القصه حتى. وقعدت اسبوعين مستنيه. فبعد كده ما عرفش كان مستني ايه. مش عارف مستني ايه. قالوا لي احمد رفض. فكلمته قلت له يا احمد ايه رفضت ده الفيلم كذا كذا كذا؟ قال لي طب ما الفكره حلوه انا جاي بكره. لا احكي لي الوجه الاخر من الحدوته.